أنا مش مصدق عيني، يعني ده الهرم الأكبر حقيقي وبصح وصحيح، ولا إحنا هنا في ديكور مسلسل تاريخي بيتصور؟ لا يا شريف، كل اللي قدامك ده حقيقي فعلا. فكرتني بأول مرة جيت هنا، على الأقل أنت ماسك نفسك شوية، إنما أنا بقى فضلت فترة طويلة يمكن لحد ما رجعنا مش مصدق أي حاجة خالص. إيه ده؟ هو إحنا هنرجع تاني؟ طيب إزاي وهنتحرك منين؟ أنت ناقص تقولي عاوزين نحجز بدري عشان نلاقي أماكن فاضية. يا شريف، إحنا جوه بوابة زمنية سحرية، واللي جابنا هنا كلمة السر اللي معاه يحيى. يحيى، هو يحيى السبب في كل اللي إحنا فيه ده؟ ألواني اللي كنت فاكر إن الحكاية كلها درس خصوصي وماشي وراكم عشان اراقبكم واكشفكم لحضرة الناظر، يجي حضرة الناظر يشوف اللي احنا فيه. قرب قرب، والاثنين ب90، اي هرم او ابو الهول ب50، فيصل والطلبية ب40، واربعة ورا يا حضرات، اي هرم او ابو الهول ب50. انا نفسي اعرف انت بتعمل ايه وجبت الحاجات دي منين؟ يا دكتور احنا بقالنا قد ايه بندخل مغامرات وبنخرج منها بايدينا فاضية. انا بصراحة رحت نزلة السمان، جبت شوية اهرامات وابو الهول من اللي بيتبعوا للسياح، وقلت نسترزى بقى لحد ما نلاقي البرديات. يعني انت روحت النزلة جبت تماثيل جير عشان تبيعها للمصريين القدماء؟ يا سلام يا سلام، دي تقريبا اغبى فكرة شافها التاريخ القديم والحديث معا. يعني السياح بيشتروا التماثيل دي في عصرنا لانها بقت اثار مش موجودة، لكن هنا هم اصلا اللي بنوا الاهرامات. وبعدين ابو الهول لسه ما تبناش يا غبي، عشان حد يشتري منك تمثاله. ايوة صح يا دكتور، انا دورت عليه كتير ومش لاقيه. وهو ده اللي انا عايزك عشانه. احنا هنا مش جايين نلعب، ومش واثق ان يحيى فعلا هيساعدنا. هو ممكن يغدر بينا يا دكتور؟ كل شيء ممكن، عشان كده انا جبتك هنا وسبت الغاب التاني في زماننا عشان يخلي باله من البرديات والتمثال اللي موجود في المعمل. شغل مخك معايا، انا سمعت ان يحيى وسينو بيتكلموا عن الزمن اللي احنا فيه ده، وسينو قال ليحيى ان خفرع هو اللي حيبني ابو الهول. انا حطلب من يحيى انه يوصلنا للبردية الاصلية اللي اترسم فيها لاول مرة المنحوتة الكاملة لابو الهول. البردية دي لو وقعت في ايدينا احنا حيتفتح لنا ابواب المجد في زمننا. ياه، وهو هيوافق؟ ده اختبار ليه. لو ساعدني اسرق البردية وادور على الجزء الباقي من بردية الحياة يبقى مش ناوي يغدر بينا، لكن لو حصل غير كده يبقى فيه كلام تاني.